السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب من قناتي بي إن دي جيمز، واليوم أتيت لكم بفيديو جديد، وهذه أول مرة سألعب معكم لعبة ماينكرافت، فهيا لنبدأ. لكن أولا أريد أن أقول لكم، قد سترون في الفيديو بعض التقطيعات، وقد ترون أيضا بعض اللاجات، هذا ناتج عن اللعبة، لأن اللعبة لا تشتغل معي 100%، وسأحاول التعديل في ذلك في المونتاج إن شاء الله، لهذا سوف أتعب كثيرا في المونتاج. الآن دعونا نبدأ في اللعب، هيا نضغط بسم الله. هذا نيو وورلد، هذا العالم التجريبي الذي أجرب فيه، لأنني أتعلم ماينكرافت، لست محترف حتى الآن، وهذا أنا لا أعلم. حسنا، دعونا ننشئ عالم جديد ونسميه اي بي ان ذا جيمز. حسنا، على اسم قناتي. نضغط كرييت داونلود ونترك لا، هنا نكتب اسم العالم، هنا نكتب اسم العالم، لهذا سأكتب هنا اي بي ان ذا جيمز اسم القناة، وسأترك هذه سيرفايفل. أنا لا أعلم الأوبشنز كيف أعدل عليها، لهذا سنضغط على كرييت نيو وورلد ونبدأ بسم الله. اللعبة لا تشتغل عندي 100%، قد تتوقف عند، لأن في بعض الأحيان ألعب لمدة دقيقة 3 دقائق ثم تتوقف اللعبة فجأة، لهذا الكثير من الأشخاص منكم طلبوا مني من قبل لعب لعبة ماينكرافت، لكن لا أستطيع لعبها لهذا السبب فقط، لأنها تتوقف ولا تشتغل عندي 100%، وكذلك فيها بعض اللاجات لأن الحاسوب ضعيف يا أصدقاء، رغم أنها لعبة خفيفة لكن أنا لا تشتغل عندي، لأنني ليست عندي كارت الشاشة. أوكي، هذا هو العالم لماينكرافت. اوه، شوفوا من اين بدأنا، انظروا من اين بدأنا، واقترب الليل، وعلي الآن في هذه الحلقة سوف نحاول تجميع بعد، انا اريد الصعود الى الأعلى. بصراحة انا لا افهم في هذه اللعبة كثيرا، لهذا سأحاول ما أعرفه هنا. أنا لا أفهم كثيرا في هذه اللعبة، ما أفهمه في اللعبة وهو عليك أن تجمع بعض الموارد، والمورد الموارد الأساسية وهي الأشجار، الخشب هو المورد الذي سوف نبدأ به من الأول. أوكي، سوف نجمع بعض قليل من الخشب ثم نصنع منه المعدات واللوازم، ثم سوف نبني كهف أو منزل أو بيت صغير كي نختبئ فيه في الليل، حتى نصنع، حتى نجمع الكثير من المواد أو الموارد، وثم نبني منزل كبير إن شاء الله، لكن ليس في هذه الحلقة. حسنا، الآن سوف نقوم بإنشاء، سوف نقوم سنحتاج إلى خشب مفكك، سنقوم بتفكيك هذا الخشب، أيوة نعم، ثم سنصنع كرافتن تايبل. حسنا، أوكي، هذا هو كرافتن تايبل. ثم سنحتاج إلى ستيكس، لا، الآن علينا إخراج كرافت تايبل أولا هكذا، ثم سندخل إليه وسنحتاج إلى ستيكس، هذا هو ستيكس أو لا أعلم ماذا اسمه بالضبط. أوكي حسنا، أيوة لدينا 16 من ستيك، نعم ستيك وليس ستيكس. أوكي، الآن سوف نصنع منها بعض الأسلحة أو المعدات، على سبيل المثال سنصنع المعول أو الفأس، هذا هو المعول الفأس، نعم، ثم سنصنع السيف ضروري لقتال الوحوش الزومبي وإلى غير ذلك.
وسنصنع هذا الشيء، الفأس، أو لا أعلم ماذا يكون أيضا هذا. المهم هذا وودن أكس، سنفكك بعض الخشب كذلك. جيد، أيوة لدينا 4. ثم نصنع الجرافة، ضرورية لحفر التراب. أيوة هكذا. ثم ندخل، ثم نكمل، نجمع الآن الخشب. لا يهم ما نوع الخشب، المهم أن يكون خشب فقط الذي الآن صعد. سأجمع بعض الخشب، ثم سأبحث عن مكان لاختباء فيه لكي أنشئ منزل فيه بيت صغير كي أختبئ في الليل من الوحوش الزومبي، لأنني سمعت إذا هبط الظلام فسيأتي الزومبي وإلى غير ذلك، والعناكب الكبيرة ستهاجم عليك ثم تأكلك. أرأيتم؟ توقفت اللعبة، هذا هو المشكل الذي أعاني منه. كما رأيتم هذا، ذلك كان أول مشكل أعاني منه من لعبة في لعبة ماينكرافت، لهذا أنا لا ألعبه ولا أعلم السبب بالضبط. أعتقد أن السبب هو ضعف الحاسوب عندي، لأنني لا أمتلك كرت شاشة قوية، أصلا ليست عندي كرت شاشة، أصلا ليست عندي كرت شاشة، لكن إن شاء الله سأحاول شراءها في الشهر القادم إن شاء الله. ثم سوف نقوم بلعب ماينكرافت مجددا بجودة عالية وبدون انقطاع إن شاء الله. لهذا أنا الكثير، ليس فقط ماينكرافت التي أعاني من هذه، أعاني منها في بهذه المشاكل، لكن لدي الكثير من الألعاب الأخرى لا تشتغل عندي. وهذا البعض منكم يطلب مني لعب بعض الألعاب لا تشتغل عندي فيه حاسوبي، لهذا لا أقوم بتختيمها. وأسمع صوت الدجاج، كما قلت الكثير منكم يطلب مني تختيم بعض الألعاب مثل جي تي اي 5، جي تي اي 4. بدأ يحل الظلام وعلي أن أجهز مكان لكي لأجعله بيتا لي أنام فيه طول الليل، وسيكون هذا المكان. أيوة، سأحفر هذا التراب، سأجعل هذا المكان بيتا لي هنا بالضبط. سوف أقطع الفيديو عندما سوف أحفر هذا المكان، سأرجع لكم. انظروا الآن، هذا هو، هكذا لقد أزلت كل التراب الذي كان موجودا هنا. أنا أحاول تقطيع الفيديو لأنه أعلم بأنه سوف يكون طويل جدا، لهذا أنا لا أريد أن أجعل الفيديو طويل، لهذا سوف أقصره قليلا. سأحاول أن يكون الفيديو لمدة تقريبا 10 دقائق أو 15 دقائق، مع أن هذا مستحيل مستحيل أن يحصل. الآن سوف أتغمق في الحفرة لكي أصنع هنا بيت أبتدئ فيه. تحطمت المجرفة، تحطمت الجرافة، علينا صنع واحدة أخرى. لحظة، أيوة سأضع هذا هنا، هذا الصندوق، ثم هكذا، ثم أنشئ جرافة أخرى. نعم هكذا، أيوة جميل جدا.
هذه هي الزرافة الصغيرة، بجرافة أو زرافة أو لا أعلم، سموها أنتم أي ما شئتم. أوكي، حفرت التراب، الآن سوف أحفر هذا الصخور، الآن سأحطم هذه الصخور. والله هذه اللعبة ممتعة جدا، كنت دائما أعتقد أن هذه اللعبة مملة كثيرا، لكن ذلك كان عكس، هذه اللعبة عكس توقعاتي فعلا، فإنها لعبة ممتعة حقا، رغم أنها كلها مربعات وهذه الأشياء، من يراها من البداية فقد يعتقد أن هذه اللعبة مملة وغير ممتعة، لكن اللعبة أثبتت لي العكس، إنها فعلا لعبة رائعة. سأقوم ب حسنا سوف سأكمل الحفر فيما بعد، لكن الآن أحتاج، بدأ يحل الظلام وأنا أحتاج إلى الشموع، ولصنع الشموع نحتاج إلى الفحم، ونحتاج كذلك نحتاج إلى ستيك. إن لم يكن لديك الفحم فعليك أن تصنع الفرن، ثم تقوم بإذابة تقوم بحرق الحطب. سأبعد هذه، ثم أبعد هذا، لأن الكثير من التراب، التراب أيضا سوف أحتاج إليه. الآن سأضع الفرن هنا، نعم، ثم أدخل على، آسف جدا، والله إني آسف جدا، توقفت اللعبة معي فجأة. كما قلت سوف نصنع الفرن هكذا، أترك هذا المربع في فارغ في الوسط، ثم أحط الفرن هنا، أبعد هذه الأشياء التي لا حاجة لنا بها، هذا التراب، التراب سوف نحتاجه في شيء وسوف أريكم ذلك فيما بعد. الآن سوف نضع الفرن هنا، ثم نذيب، نقوم بحرق الأشجار، سنضع هذا هنا لكي يعطينا الفحم، لأننا نحتاج إلى الفحم لكي نصنع به الشموع، الحطب، الحطب أو الخشب. نتركه حتى يحترق، ثم ننشئ، نقوم بصناعة أشياء، سنقوم بفعل أي شيء، مثلا الآن أصبح الفحم جاهز، هذا هو الفحم جاهز، وسنصنع الآن الشموع، وضع هكذا هكذا، ثم نأتي بالفحم، ثم أيوه أصبح لدينا 16 من الشموع، ثم سنضيء المكان، وضع واحدة هنا. واحدة هنا وواحدة هنا حتى أنتهي. سأصنع الآن الباب، سأصنع الباب، سأضع الفرن هنا، سأستخرج الكرافت طيبال، أحتاج إلى كرافت طيبال هكذا، ثم سأصنع الباب، لكن سأحتاج إلى الخشب ضروري، الخشب لا يكفيني. أوه لحظة هكذا، ثم أضع هذا هنا، ايوه سأصنع الآن الباب هكذا، لمن لا يعرف كيف يصنع الباب، هذا هو الباب، لكنه
كثير. حسنا لا مشكلة. اوكي الباب سأصنع باب واحد هكذا. هذا هو الباب. انظروا انه يعمل بشكل جيد. الباب يعمل بشكل جيد. ليس لدينا سرير، وكما ان ليس لدينا الصوف لكي نصنع السرير، الان سوف اقوم بالحفر. الان سنختبئ هنا هذه الليلة، سنمضي الليلة هنا. سأحاول تزيين البيت بما ان ليس لدي السرير لكي انام. تحطم فأسي. سنصنع فأس جديد. هذه المرة سأصنع الفأس من الحجر او من الصخر. انظروا هكذا. ايوه قد عدلت على الفأس. اصبح انظروا الان اصبح اسرع. أن أسكن في هذا الكهف لا يعني أنني لن أزينه، سوف أجعله سأزينه قليلا لكي يبدو كهف أو منزل محترم صالح للسكن لبضعة أيام فقط، بينما أجمع الموارد التي سأحتاج إليها لبناء المنزل. عندما سأنتقل من هذا المكان. اوكي سوف اقوم بتزيين هذا الحائط. سأجعله كيف سأزينه يا ترى؟ المهم ان يبدو منزل. سأزينه بالحجر والتراب، هذا الذي لدي، لأن لا أريد أن أضيع. سأتي إلى هذا الحائط كذلك، وأحتاج إلى الشموع. واحدة هناك، واحدة هنا، نعم، ثم واحدة هنا، وواحدة هنا. كذلك هذه كي أزين هذا الحائط كذلك. سأعدل على هذا الحائط قليلا. رأيتم؟ يبدو أصلا لا بأس به. المهم لكي نقضي فيه بعد لكي نقضي فيه الليلة فقط. ريتما نجمع الأشياء التي تنقصنا لبناء بيت حقيقي. هذا واحدة هنا، واحدة هنا، واحدة هنا. نعم يا سلام. وحل الصباح. حل الصباح. يا سلام حل الصباح. لم انام الليلة كاملة. اوكي يا اصدقاء، انا ساقوم بصناعة بعض المعدات من الصخور بدلا من الخشب. ابعد هذه. احتاج الى ستيك. واحدة هنا. اوكي وسأصنع بعض الاشياء التي سأحتاجها مثل الجرافة. لا ماذا افعل؟ الصخر. الجرافة، مجرفة او جرافة لا اعلم. كذلك هذا الشيء، هذا الفأس لتحطيم الخشب، والسيف
أصنع أيضا معول آخر احتياطي فقط، سيكون احتياطي ضع هنا، وكذلك ينقصنا شيء، سيف. نعم سأصنع سيف من الحجر كذلك هكذا، ثم أحتاج الآن إلى الحطب. الحطب هو كافي، سأجمع بعض الحطب، لكن لن أبتعد عن المنزل لأنني أعاني في مشكل، وهو أنني أضيع من البيت. إني ابتعدت كثيرا فسوف أضيع البيت ولن أعرف من أين سوف أعود. لهذا سأتوجه لهذه الأشجار التي بالقرب مني. حسنا سوف أجمع بعض حطب ثم سأرجع إليكم. كي جمعت بعض القليل من الحطب، وجدت الرمل. سأريكم ماذا سأفعل بهذا الرمل. سوف نصنع منه الزجاج. الرمل سأحتاجه لصناعة الزجاج. آسف جدا على هذا اللاج، رأيتم؟ شوف المشكل الذي أعاني فيه من ماينكرافت. هذا المشكل آخر من بين المشاكل التي أعاني منها في هذه اللعبة. توقفت اللعبة معي من جديد. ماذا سأفعل؟ من بين الأسباب التي يجعلني أحب هذه اللعبة وهو أنها إذا تم إغلاق اللعبة فجأة فلن تضطر إلى أن تبدأ من جديد من الأول. فعندما يتم إغلاق اللعبة فإن اللعبة تقوم بحفظ نفسها تلقائيا، ثم عندما تعود يمكنك عندما تفتح اللعبة انتظروا. اعتقد أنني أضعت البيت. اعتقدت أنني أضعت البيت. واو من سيطلع لي الآن؟ كنت أن أغرق كما قلت من بين الأسباب. هذه نبتة على مس. تفاحة الأكل، يا سلام. أحتاج إلى الأكل لكن ليس الآن، لا أستطيع الابتعاد عن المنزل لكي أخاف لكي أضيع. والآن الفيديو أصبح طويل وعلي أن أقطع الفيديو حتى إلى المرة القادمة إن شاء الله. لكن لحظة، سنقوم بصناعة الزجاج. أجل الحطب. هذا الحطب كثير جدا. أوكي سنصنع الزجاج. والله جننتني هذه اللعبة، توقفت من جديد. لكن يا أصدقاء بفضلكم سأفعل المستحيل كي حتى لا تقل لي أن كل شيء ذهب هباء.
إن الزجاج الذي الزجاج الذي صنعته لقد اختفى. اختفى الزجاج الذي قمت بصناعته. مشكلة كبيرة. آسف جدا يا أصدقاء حسن. سأقطع الفيديو الآن. هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. أتمنى أن تعجبكم الحلقة. وإن شاء الله عندما أحسن من الحاسوب ثم أعدل على هذه اللعبة قليلا إن شاء الله سوف أقوم بتصوير ونكمل مسيرتنا في ماينكرافت. وهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى يعجبكم الفيديو. فإن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا لايك والاشتراك في القناة. كان معكم أيوب من قناة بي إن بي جيمز. إلى اللقاء.